فنان سوري شهير يتعرض لجلطة قلبية مفاجئة، وصورة له من المستشفى تبكي الآلاف. روح لهنيك، ما تواخذونا، روح تفضلي لنشوف شو القصة. انت وين حاسه تعرض الممثل السوري بسام دكاك لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها بحالة طارئة إلى المستشفى. وبحسب ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بسام دكاك غاب عن الوعي لحظة تعرضه للجلطة، الأمر الذي استدعى نقله عاجلاً إلى غرفة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، ليتبين أنه تعرض لجلطة خطيرة. يعني أنا جد ما نعرف، يعني بيفكروا الناس أني عم كذب، بس هذا صار. من جهته طمأن بسام جمهوره على صحته، مشيراً إلى أنه يستعد لإجراء عملية جراحية، إذ قال في اتصال مع موقع الفن: الحمد لله أنا بخير الآن، تعرضت لجلطة قلبية مفاجئة، غبت من خلالها عن الوعي، وأنا الآن متواجد في مستشفى المجتهد في دمشق برفقة عائلتي، سيتم عمل جراحي للقلب، أدعو لي بالشفاء. الجدير ذكره أن آخر مشاركات بسام دكاك هي كانون ومال القبان والعربجي، بالإضافة إلى الجزء الثاني من مقابلة مع السيد آدم الذي تم تصويره العام الفائت. اتفاجأت من الهجوم اللي صار علي من بعض الفنانين اللي أنا بحترمهم وقلهم مواقف معي. وكان قد كشف الممثل السوري بسام دكاك منذ أشهر عن مشاركته في مسلسل هيك اتطلقنا من إخراج إيمان إبراهيم وبطولة مجموعة من الممثلين السوريين. بعد ما توالت الأعمال صرت أخذ أدوار أكبر أكبر أكبر، لو وصلنا إن شاء الله أنه الناس عرفتنا وحبتنا. وقال بسام دكاك في حديث خاص مع موقع الفن أن العمل يتم تصويره في دمشق ويدور في إطار العلاقات الاجتماعية الدرامية، هدفه الإضاءة على رصد حالات الطلاق في المجتمع السوري. وأعرب بسام دكاك عن سعادته في أصداء الأعمال التي شارك بها خلال الموسم الرمضاني 2023، حيث أطل من خلال العربجي ومقابلة مع السيد آدم الجزء الثاني، مؤكداً أنه شارك أيضاً في كل من كانون ومال القبان، لكن لم يعرض خلال الموسم الرمضاني. كما كان قد احتفل بسام دكاك في عيد ميلاده منذ أشهر موجها الشكر لمحبيه لمعايدته ومشاركته هذه الفرحة. وعن أمنيته في هذا اليوم قال بسام دكاك: أتمنى أن يعم الأمان في كل البلدان العربية، وأن تمر الكوارث بسلام على الناس والشفاء للمصابين، وأتمنى الشفاء لزميلي وأخي الغالي الفنان شادي زيدان، وأن يستعيد صحته وعافيته في أقرب وقت، فهذه العائلة مقربة مني كثيراً.